انا بتاثر لدرجه وبدات ناس تقولها دلوقتي محدش كان بيقولها بدا يقولوها بعد ما قلتها لي كتير. انا طول ما انا بكتب بدور على الابطال في الشوارع وانادي زوجتي باسماء البطلات غصب عني مش قاصد. يعني تبقى في الاوضه الثانيه مثلا بدل ما اقول لها يا فاطمه الاولانيه او يا تيسير دلوقتي مثلا اقول لها يا وداده ولا يا اسم تاني تضحك. ولما انزل ادور على الابطال في القهوه في مثلا لما كنت بعمل لاحد ينام كان في قهوه في بستان نسيت اسمه كنت دايما اقول له يا دميان يقول لي يا استاذ غريب ربنا انا مش دميان دميان ده في الروايه عارف. وفي واحد في روايه كل ازمه طبعا اسمه مختار كحيل ده جسد لي الفلسفه الوجوديه اللي ركباني يعني. ده اتجوز واحده توفت عادي جدا يعني مفيش مشكله. شاف واحده تانية جميله شاحبه كده الشحوب بيبقى جمال احيانا فاتجوزها ما قالتلوش عن اللي عندها اللي عندها مرض خطير في القلب فماتت من اول لقاء مع بعض. فيأس من حياته اتجوز بعد فتره واحده ثالثه قال خدها روح بيها العجمي بعيد عن الناس في الشتاء حد يشوفنا ده حسد. راح في العجمي نزلت الميه كان بيعدي عليهم كل يوم الصبح واحد يبص لهم كده ويمشي فقال ده اكيد غفير الفيلا كلها مقفوله في العجمي في الصيف في الشتاء يعني اكيد غفير. بعد ثالث يوم غرقت فاكتشف انه مش غفير ده انذار من ربنا بيقول له خدها واطلع فماتت. فاتعقد ساب الحياه وعاش في المعارض الفنيه على النت يدخل يشوف الفنون التشكيليه ويقول لك نساء موديلياني هم النساء الحقيقيات واحلام سلفادور دالي هي الاحلام الحقيقيه ورسوم بيكاسو التكعبيه هي اللي هي دي شكل الناس وانفصل عن الحياه خالص. ده اكتر الناس اثروا فيا جدا لدرجه ان انا كنت كل ما انزل نص البلد انا كنت مسكنه في الشارع اللي معدي على التكعيبه من قريب من التكعيبه كل ما عدي على البيت اللي مسكنه فيه ابقى عاوز اطلع له وبعدين انتبه اشتري مهدئ من الاغزخانه واخد مهدئ لغايه ما بدات روايه جديده كنت ابدا في روايه جديده انسى واديت اخر حبايه مهدئ معايا لسواق التاكس وقلت له خلاص دخلت روايه قال لي يعني ايه قلت له حاجه خليك في حالك وخلاص. فانا دايما بين الروايات دي بسميها ايه انا الفراغ والعدم واثناء الروايه وبعدها ببقى عايش لدرجه ان انا في سنه 2011 في رمضان كان موافق نوفمبر او حاجه الحكايه ان البحث عن الاشخاص دي تعبتني جدا. ففي اليوم السابع كنت بكتب مقال ساعتها في اليوم السابع في الوقت ده اسبوعي طلبوا مني في رمضان اكتب كل يوم مقال في التراث. قلت لهم لا انا هكتب مقال هكتب حكايه تحت عنوان حكايات ساعه الافطار لان ساعه المغرب في مصر وفي اي حته صمت جامد جدا فلو كحيت الجيران هيسمعوك لو قامت مشكله في شقه الناس كلها هتعرف لو عربيه فرملت كله هيعرف كده يعني. فكتبت 30 حكايه كل احداثها في ساعه الافطار كتير قوي منها انا عشته خصوصا لما كنت لوحدي عازب يعني. وجيت في الحلقه 30 انا قلت اعملها عشان مش عارف رمضان هيطلع 30 ولا 29 بس هعملها مش لاقي حاجه اكتبها فعملت الحلقه الثالثه الاخيره 30 عن الكاتب نفسه راجع البيت فالباب قال له هو انت مش في البيت؟ قال له لا في ايه؟ قال له ده في جوه يجي 25 27 واحد جوه في شقتك دخلوا وقالوا رايحين لك وقعدوا جوه دخلوا ازاي؟ قال له انت مجنون ولا ايه؟ طلع فتح الشقه لقى 29 شخصيه اللي كتب عنهم قاعدين وقعدوا بقى يلوموا فيه الستات بالذات انت فضحتنا وقلت حاجات جوزي ما يعرفهاش والرجاله تقول له انت حاجات مراته ما تعرفهاش طبعا كله خيال يعني. وفي الاخر قالوا على اي حال انت كتبت والله اعلم مش هيعرفوه انا كتبت اسماء انا مش مختلفه واحنا جايين نشكرك وناخدك معانا. قال لهم انت عايشين فين؟ قالوا في الجنه. قال لهم خدوني معاكم وخلصت القصه. حضرتك تاثرت بوفاه الكاتب احمد خالد توفيق؟ احمد زعلت عليه قوي. تمام احمد كان يحبني قوي. خلينا على علاقتك بيه احمد. انا علاقتي الشخصيه بيه تتلخص في لقاء واحد او اثنين انما انا قريت اعماله وكنت شايف ان هو بيفتح سكه للشباب فعلا عظيمه جدا وده نوع من القراءه يرات تين ايجرز تحت ال 20 كويس قوي يعني. بس احمد كمان كان مثقف فاهم في الفلسفه وفاهم يعني ايه يوتوبيا وفاهم يعني ايه سياسه ويعني ايه كذا. وانا فاكر اول مره شفته كنا في دار ميريت فلما شفته سلمت عليه وخدته في الحضن كنت شفته قبل كده قال لي انت يا استاذ ابراهيم بتسلم عليا كده ده انا مش مصدق ان انا شفتك مش مصدق ان انا مسلم عليك اصلا. وحتى كاتب في مذكراته بتتاثر بيا ازاي وكان مهذب جدا وكان مثقف جدا وحزين عليه قوي يعني. وانا بشجع نوع من الادب يعني نبيل فاروق الناحيه الثانيه نبيل فاروق مثلا مره من المرات من زمان قوي كنت رايح اتحاد الكتاب في اخر التسعينات كنت انا عضو في مجلس اداره اتحاد الكتاب وداخل طلع زعلان قوي كنت شفته قبل كده بس عارفه وهو عارفه سلمنا على بعض قلت له يا نبيل بنات مقريف ليه؟ قال لي رفضوني في اتحاد الكتاب عشان انا بكتب ادب مش زي ما بيقولوا عليه. قلت
تقول لا لا تعالى خش انا عضو مجلس اداره اتقبل في اتحاد الكتاب. ودخلت قعدت اشرب شاي وطلعت الاستاذ فاروق خرشد الله يرحمه كان هو رئيس اتحاد الكتاب ساعتها كان سعد كان زمان سعد وهبه. قلت له استاذ فاروق كذا كذا واللجنه رفضته ده نوع من الادب فانا محمدي ان انا موافق بدل اللجنه وحضرتك توقع بالموافقه. راح موقع بالموافقه ووافق ودخل عضويه وانا قاعد معاه وطلع بالليل في التلفزيون مع نجا ابراهيم بيقول لها ابراهيم عم جيت هو اللي دخلني اتحاد الكتاب وحكى الحكايه. لان انا مؤمن بتعدد انواع الادب ولازم ما تزعلش قراء اليوتوبيا او قراء الادب الخيالي اكتر منك 100 مره. ده في العالم كله اجاسا كريستي وزعت في حياتها مليار نسخه قد كل كتاب انجلترا. مثلا فما تزعلش من ده. انت يهمك القارئ اللي هو ايه بيفهم الادب الرفيعي الادب العادي ده يقراه لكن عاوز تاخد كل مش هتقدر ابدا مش هتقدر لان في ناس تحب تتسلى وتسيب الكتاب في جنينه وتمشي يعني لكن في ناس تحب تقرا الادب والمعاني الفلسفيه والكلام ده بيروق والناس قالوا القراء انواع يعني فالله يرحمه احمد خد الناس اللي قرايه فعلا شباب يعني. انا مش متابع الاتحاد دلوقتي لاسباب صحيه مرضيه ما بروحش اي حته حتى المعاش بيبعتوا لي على البنك وبروح بسمع طبعا في مشاكل كتير بس انا ما يعني ايام الثوره شباب كتير كل اللي بترشح نفسك وبتطلب انا لا انا خلاص انا حتى لما دخلنا مجلس اداره مع سعد وهبه انا استقلت بعد سنتين ما كملتش 4 سنين استقلت لان حضور كل اسبوع بتاع مش فاضي قلت لهم انا من جيل تاني وخلاص انتوا حاربوا انتوا زي ما انتوا عاوزين واعملوا الاتحاد زي ما انما انا خلاص ما بقاش لي علاقه باي حاجه. هل نقدر نقول ان الاتحاد في الفتره فقد قيمته كاتحاد كتاب مصر من الدول العربية؟ لا هو عامل نظام هو عملها نقابه يعني مفيش سياسه فوفر للناس العلاج المشتركين وخلاص وبيعمل ندوات برضه وبتاع بس انا لو رحت ندوه ولا حتى لو دعيت ما بيدعونيش لكن حتى لو دعيت مش هروح اللي ما عنديش صحه وانا لو رحت الزمالك احب اقعد في قهوه عمر الخيام ما اقعدش في الاتحاد اللي قضيت فيها عمري كله ومسجل فيها حلقه زمان كبيره قوي على حكايه القهاوي واخد بالك ولو معايا فلوس ربنا خلاني اروح مريوت واخد بالك انا احب الجو الجميل ما بحبش الثقافه كتير لاني عشت كل اللي حسمعه في الثقافه انا سمعته احنا كنا بنعمل بيانات في السبعينات والثمانينات بيانات بتطلع من قهوه ريش ونمضي عليها خلاص ان بالنسبه لي ده زمن انتهى سايبه للاجيال الثانيه مش متابع حاجه ابدا وقالوا لي كتير قوي من الثوره تعالى يا استاذ براء قلت لهم لا يمكن ماليش علاقه بالعمل السياسي ولا النقابي ولا اي حاجه دي بلدكم تحرين فيها انا عايش قد ايه انا سيبوني استمتع بوقتي بس انا مش بشارك بقى في حاجه غلط انا معتزل كله فبسمع مشاكل كتير ما بخشش فيها خالص ولا عندي راي فيها.